خير يا باشا، كنت عايزنا في ايه؟ صح، كنت بتقول لنا انك عاوزنا في موضوع مهم. يا ترى ايه الموضوع المهم ده؟ خير ان شاء الله. بدون مقدمات كده، انا عايز اتجوزكم. تتجوزنا؟ انتوا الاثنين. احنا الاثنين؟ انا ما كنتش اعرف انها مفاجأة مقلقة قوي كده. الحقيقة يا باشا هي مش مقلقة، بس احنا فعلا مندهشين من الطلب اللي حضرتك طلبته ده. مندهشين ايه يا بنت بارم ديلو؟ قول مذبهلين. الله، وفي حد بيتجوز اتنين في وقت واحد؟ انا وفي ليلة واحدة. الله، ده ناقص تقول لنا انك هتاخدهم في شقة واحدة. فعلا في فيلا واحدة. الله، يا نهارك اسود ومنيل، وده اسمه كلام؟ انت هتتجوز بالقرطة ومفيش رجالة في البلد؟ ده هارون الرشيدي بجلالة قدره ما عملهاش، هتعملها انت؟ وحتى شهر ايار ذات نفسه في ألف ليلة وليلة ما عملهاش. الحقيقة أنا بقى بالنسبة لكم انتوا بالذات بفكر أعمل. طب ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. ليه حضرتك ما طلبتش تتجوز واحدة فينا بالتحديد؟ طبعا عاوز يربطك انت من ناحية وانا من ناحية ويجرنا زي البهايم وراه. لا الموضوع مش كده خالص. المسألة هما فيها ان انا عرفتكم انتوا الاتنين مع بعض، وحبيتكم انتوا الاتنين مع بعض، وحبيت فيكم حبكم لبعض، وبصراحة انتوا الاتنين بالنسبة لي بتكملوا بعض. هم كمان تتجوزنا احنا الاتنين مع بعض؟ انا مقدر صعوبة استيعاب طلبي، لكن لما تهدوا كده وتفكروا هتلاقوا انها منطقيه ومدروسه. بقول لك يا باشا، احنا فعلا محتاجين نقعد نريح مع نفسنا كده ونفكر براحتنا. انا مش شايفه ان الكلام اللي بتقوله منطقي او مدروس او اي حاجه من الكلام ده. الموضوع كله على بعضه مش طبيعي يا باشا. مش عارفه ازاي انت طلبت الطلب الغريب ده. انا مش فاهمه، انت فاكرنا واقعين قوي للدرجات دي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ده احنا الرجاله كده بس النفس. اي دونت هاف تايم. ايوه بتحب لاش اكتر من الرجاله، انا عارفه. خلاص بلاش في ليله واحده، خليهم ليلتين ورا بعض. يا نهارك اسود ومنيل، تفخص على دي عيله. مش معقول ابدا، مش طبيعي.